أهلين بنات، كيف حالكم؟ اليوم رح نسوي مع بعض سيروم القهوة للوجه. نبدأ بالمقادير. حطيت ملعقة كبيرة من القهوة أو البن، ملعقتين كبار من زيت اللوز الحلو، ركزوا الحلو مش المر، وملعقتين كبار من زيت الخروع، ولا تخافوا ما رح يكتر شعر الوجه. بعدها خلطت المكونات كتير 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 منيح، وخليت الخليط خزنته عندي لمدة 5 أيام لأسبوع. بعديها صفيت الخليط كله، يعطوا بقطعة قماش، عادي ممكن تصفوا بأي طريقة أنتوا بتحبوها. صفيته بقطعة قماش على أساس أنه أفصل المكونات عن بعض وما ينزل لي إلا السائل. بعديها جبت علبة فاضية، نفس هيك دروبر، لو ما عندكم دروبر عادي ممكن تستخدموا أي علبة عندكم ترتاحوا فيها، وحطيت السيروم جوات العلبة. وبعديها صار السيروم عنا جاهز. السيروم بنات هاد بجنن بكل معنى الكلمة، فيكم انه انتو تحطوه على وجهكم مساء يوميا، لا تحطوه تطلعوا فيه برا بالشمس عشان ممكن يسمركم. من فوائده انه بينظف ويعقم البشرة والوجه، بيزيل الهالات السود والبقع والتصبغات والندبات، بيرطب البشرة وبيغذيها وبيجددها. راح تحسوا بشرتكم كتير ناعمة اول ما تحطوه، بيقلل من تورم الوجه وانتفاخه، وبشد البشرة وبيزيل التجاعيد. كتير يا بنات كتير حلو فعلا، لازم تجربوه وتقولوا لي رأيكم بالكومنتس. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت، وبحبكم كتير كتير.